احتفالات بالمئوية غادي تكون في أمريكا اللاتينية أسبوع 10 أيام قبل انطلاق الرسمي لكأس العالم بحفل افتتاح رسمي. غادي نشوفوا فين غيكون، وباش النهاية اللي تكلمت لكم عليها إن شاء الله اللي نتمناه، وهذا هو الهدف أننا نعيشه مع الأجيال اللي تكلمت عليها والشباب المغربي والأفريقي والعالمي، نهاية استثنائية عالمية إن شاء الله بملعب سيكون رائعا واستثنائيا بالدار البيضاء. المغرب يحظى بشرف تنظيم كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وكذلك إسبانيا ومجموعة من الدول من بينها الدول في القارة أمريكا بحال شكل الأوروغواي اللي كذلك كتنظم هذا الكأس في عام 2030. والغريب في الأمر هو أن المغرب من بين الدول الإفريقية الثانية اللي غادي ينظم هذا الكأس العالم، هذا الاحتفالية ولهذا العرس الرياضي. واش هذا الشيء غادي ينعكس ايجابيا على المملكه المغربيه، ولا المغرب المملكه المغربيه واش قادره على انها تنظم هذا العرس الرياضي؟ هذا الشيء كامل غادي نشوفوه في الفيديو، غادي نقراو بعض التعليق ديال الناس شنو قالوا، شنو هو الراي ديالهم على تنظيم كاس العالم بالمغرب. فالعياشي يقول: اجمل واحسن كاس افريقيا وكاس العالم عندما تنال شهاده التخرج وتعيش في ستر مرتاح البال وتتمتع برؤية ملايين التلاميذ والطلبة في المدارس والجامعات وآلاف من المساكن مختلف الصياغ توزع، والفرحة في عيون مستحقيها وغيرها من المباهج والسرور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وسعيد السعادي يقول: على الدول العربية الاستعداد للتواجد في المربع الذهبي، فرصة للتكوين والاستعداد، نقبوا على المواهب أمامكم 3 أو 4 سنوات، لا تفعلوا فيها شيئا، فقط خطوتان للوراء والاستعداد لأكبر ضربة عربية في التاريخ. نصيحة أخ: فكونوا في الموعد، مسألة إقامة إخواننا العرب، اتركوا أمر الحجز في الفنادق آخر همكم، لأن الجميع مرحب به في بيوتنا. وهذا التعليق اللي أثار إعجابي حقيقة على الدول العربية أنها تستعد باش تحضر هذا العرس الرياضي وتبان فيه بشكل إيجابي، وتحاول أنها تبين على أن العرب عندهم تهم كرة وتهم كلعب كرة. ومن بين كل هذا وكأس العالم بالقيمة دياله، فكذلك المغرب غادي ينظم كأس إفريقيا 2025، وهذه غتكون واحد الضربة اللي صعيبة على مجموعة من الدول اللي ما تقبلاتش المغرب وما تقبلاش أن المغرب ينظم هذا العرس الرياضي. فمثلا غادي نحاول أن ندير لكم فيديو آخر على الدول اللي ما تقبلاتش أن المغرب ينظم هذا الكأس ولا هذا الكؤوس، وقالت لأن هناك مسألة الخدع وهناك مسألة الرشوة بالاتحاد الإفريقي وبكذلك بالفيفا. فعارفين علينا من كندوي، وغندير لكم فيديو غنفسر فيه الديتاي كاملين. وبالنسبة للماركة الإسبانية، من بعد ما دارت واحد تصريح على أنها بغات كأس العالم الفينال ديالو يكون بمدريد لأنه يليق به، وقالت على أن ملعب البرنابيو هو أحسن ملعب بالعالم اللي يمكن أنه يحتضن فيه كأس العالم، رجعت الماركة كذلك وحطت واحد الإعلان، واحد لافيش كتقول فيه على أن المغرب أو الشعب المغربي يطالب بنهاية كأس العالم بمركبه أو بمدينته الدار البيضاء، كما قال القجع في البداية ديال الفيديو. وسنتوجه إن شاء الله باحتفالات في الملعب الكبير للدار البيضاء في مباراة نهائية تاريخية إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله، داكشي اللي كنتمنى. بنت إن شاء الله، هلا في دو غوت بنت إن شاء الله.